And now, welcome back to the 2002 Murex Dor. سهرة المurex إلى أول وإلى آخر وبآخر جزء من تكريم نادي لاينز أرجوان في متعة للعين والسمع وفي تقدير لأحد الكبار بالقيمة وبالعمر. بس هلأ منكمل سوا سهرتنا مع الدكتور فادي حلو والأنسة ليليان خوري لإعلان جائزة أفضل فيديو كليب لبناني لهالسنة. صاحبة الفيديو كليب الرابح هي خريجة استوديو الفن 92، نالت ميدالية ذهبية عن فئة الأغنية الشعبية حيث غنت للسيدة فيروز. عندها بالأسواق 3 ألبومات: الباب العالي، بايعني، ومندلا. صورت 6 فيديو كليب وكان لها نقلة مميزة السنة الماضية بحيث انتقلت للون جديد شبابي نال من النجاح الكثير. الكليب يلي نالت عنه جائزة الميركس لهالسنة رح تعرفوا من شو هو مع الزميلة بلجنة جوائز الميركس الأنسة ليليان خوري. ما فينا أغنية كتبها الشاعر طلال حيدر، وهي آخر أغنية تصورت بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرجة نادين لبكي وعم تعرض على شاشة الـLBC. فيديو كليب كاتيا حرب نال ميركس أفضل فيديو كليب لهالسنة. بحييكن. يعني يمكن كنت محضرة كلمتين قبل ما أطلع، بس الظاهر كل شيء راح هلا. بصراحة كل اللي بقدر أقول إنه هيدي أنا بقول من كل قلبي مبروك لكل إنسان فاز اليوم. بحب أتوجه بشكر كتير كبير لنادي اللايونز اللي خلينا بالفعل كل سنة ننطر هالحفل، أو عن جد يلي هو كرم كتير ناس بيستاهلوا. وأنا يمكن أول مرة، اللي 8 سنين بغني، هاي أول مرة حدا بيكرمني فيها. إن شاء الله ضلني دايماً على حسن ظنكم أكيد. اسمحوا لي بس، بما أنه نجحت عن الكليب ما فينا، خليني أقول تانكس لكل شخص ساعدني بهالكليب، وبخص يونس رولان حداد، يحيى سعادي، فادي قطايا، وخاصة بقول thank you لنادين لبكي اللي بالفعل قدرنا سوا نتحدى كل شخص بيقول لازم نفل للخارج ونصور برا مع مخرجين أجانب تيقدر الكليب ينال نجاح. بقى نحن منقول أكيد باسم نادين وباسمي إنه لبنان بعده بألف خير، وبعد عنا مخرجين بيرفعوا الراس. آخر شيء بقول thank you لكل شخص ساعدني، خاصة لخي عاطف، وبقول thank you لارتست مانجر فاتن برازي، وإن شاء الله ضلني دائما على حسن ظنكم. thank you. We'll be right back.
الفن رح ننتقل هلأ للجمال، الموضة، الأزياء والأناقة. وبدعي الآنسة إليان أبو شعر ودنيا فرحات للصعود إلى المنصة لإعلان ميركس أفضل مصمم أزياء لهالسنة. فنان بعلبكي حقق موقع متقدم بمجال تصميم الأزياء، عمره 31 سنة ونجاحه أكبر من عدد سنين الخبرة ومن الدراسة، من لبنان للعالم العربي ومن نجاح محلي إلى اسم كبير بعواصم الموضة الأوروبية. زهير مراد، فنان الفرح والأنوثة الشرقية. بينطروا عروضه من موسم لموسم. السنة اختاروه الناس كأفضل مصمم أزياء. كل تقدير منقدم له Murex Dor. بونسوار. أول شيء بحب أشكر نادي الليونز على الجهود الكبيرة اللي عم يقوموا فيها كل سنة، وبنفس الوقت كمان لجنة الميركس دور وكل الأشخاص اللي رشحوني إنه أكون الليلة مثل كل مصمم أزياء لبناني عربي. وكنت محضر يمكن شيء بدي أقوله هلأ نسيته، ما تأخذوني، بس بحب لكم إنه أنا كتير سعيد إنه موجود بين كبار الفنانين اللي نالوا جوائز الليلة، وهيدا شرف كتير كبير لألي. بطلب من المحامية سمر سمراني والآنسة كارول معماري يتفضلوا على المسرح لإعلان عن ميركس التقدير لإنسان أعطى كل عمره للموسيقى والأغاني. بونسوار. يمكن كان لازم يكون معنا بهالليلة، واقف معنا وعم بيغني لنا، تغني لنا نقيلة أحلى زهرة وأحبه بلا أملي. يمكن شخصياً أحلى شغلة عملتها بحياتي إنه زرته ببيته أنا وأعضاء لجنة الميركس ووصلنا له الأمانة. يمكن حضرته مين؟ زكي نصيف، الحايز جوائز وأوسمة، هو الوجه الأحب، هو الوجه الأحب لقلوب اللبنانية. ولأسباب متعلقة بوضعه الصحي تسلم الفنان الكبير الميركس دونار بمنزله. نظراً لوضع الفنان زكي نصيف الصحي وهو على عتبة 87 سنة، لجنة الميركس انتقلت على بيته. خلينا نشوفوا سوا بها الروبورتاج. دقة ودقة امشي لحبايب على هدا، يا رب تهنينا عطول المدى. اشتقت يا حبايبنا
ترشيد وتشجيع لكل هواه الفن، لأنه حضارات الأمم خاص بموسيقاها. وصلنا سوا الليلة لآخر جائزة ميركس. عادة بيقولوا هيدا ختام المسك، نحن الليلة رح نقول هيدا ختام مع هشام. بدي أدعي الفنانة أماني والممثل يورجو شلهوب ينضموا لإلي على المسرح لإعلان ميركس المطرب العربي الأكثر شعبية. مساء الخير. قبل ما نبلش نقول شي، منحب نقول مبروك لكل اللي استلموا جوائزهم الليلة. أول نجم عربي احتل الموقع الأول على الصعيد الأسيوي، وأول مغني مصري بعد عبد الحليم حافظ بيغني على مسرح ألبرت هول بلندن. حققت ألبوماته الأخيرة مبيعات فائت التوقع، من المحيط للخليج وصل للشرق الأدنى. غنوا أغاني بالسند والهند، وسنة الماضية غنى بانتخابات ملك جمال الهند. فينو ناري ناري من أهم أغاني المرحلة. هشام عباس الغني عن التعريف، اختاروا اللبنانية كأفضل مطرب عربي قدم أجمل فيديو كليب. فينو اللي تصور بأهم المواقع اللبنانية. فينو اللي عيد ميلاده اليوم، منقله كمان هابي بيرثداي. أنا مش هتكلم كتير عشان أنا مبسوط قوي وسعيد جداً، و أنا في العادي بتكلم كتير قوي، بقعد أتكلم يعني، بس أشكركم جداً. أنا سعيد ومتشرف ومبسوط وحاسس أن أنا طاير في الهواء. أشكر لبنان وأشكر كل الجمهور اللبناني. صحيح الواحد غنى في كل البلاد العربية وكتير من بلاد العالم، بس النجاح في لبنان ليه مذاق خاص وطعم مختلف تماماً عن اللبنان. أشكر نادي، شكراً. أشكر نادي اللاينز، وأشكر مدام زكية، وأشكر دكتور زاهي، وأشكركم كلكم، وأشكر جيجي مراتي موجودة معنا، نشكرها. وشكراً لبنان، وشكراً للجو الجميل والرائع، وشكراً. بينو حبيبي بينو، قلبي الله يعينه على الهوى وطول البعاد جايب أغلى الحبايب، وأنا قلبي دايب وحبيبي زايد في العينات. بينو حبيبي بينو، قلبي الله يعينه على الهوى وطول البعايب، أغلى الحبايب وأنا قلبي دايب وحبيبي زايد في العينات. بينو اللي قلبي معاه، ولا
شكرا شكرا. في طلب طلبته مني المدام قاعدة معانا على الترابيزة قالت لي والنبي غني لنا حتة ناري نارين، فأنا هغنيها لكم كده من غير مزيكا وانتوا غنوا معايا. هتقولوا معايا ناري 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 من جماله، ناري ناري قلبي جراله، من نظرة خدني في لحظة دوبنا احنا سوا. حبيبي أجمل كلام بعيونه قالوا عن الهوى، حبيبي من نظرة خدني ودوبنا احنا سوا، حبيبي أجمل كلام بعيونه قالوا عن الهوى، حبيبي حبيته وعمل ايه ناري من اللي انا مش بركي داهو، بس میں تو کو بیٹھی ہوں خود پر ہی قابو، حبی تو منك تبقى معنا على المسرح هلا بما انه عيد ميلادك من لك عقبال ال 100 سنه ومبروك للميركس دور. وعلى الطريقه المصريه بدنا نطلب منك تبقى معنا لنقص نحن وانت التورته. من شاطئ الخلود أوجدها الجدود من شاطئ